متابعي مراكش الان، مرحبا بكم. اليوم حنا تنحتفي بالتراث وبشهر ديال التراث، وتستقبلنا جمعيه تيمندوت بالرئاسه ديال محمد امين دادا، واللي غادي يعرفنا اكثر على واحد ليكسبوزيسيون تحتفي بها حتى هما كذلك بالتراث، باللباس التقليدي، بالتراث المغربي بصفه عامه. محمد امين، مرحبا بك معنا في مراكش الان. شكرا. محمد امين، اليوم تلاحظوا بانكم محتفين يعني بالتراث ودايرين يعني تتحتفلوا به، كيفاش جات الفكره ديال انكم تخدموا على هذا البروجي وعلى هذه الاكسبوزيسيون؟ هذه الاكسبوزيسيون سي غراس ا مدام فاليري تازي اللي كتخدم في الاوتيل جال، كنا هضرنا باش متبعه الاحداث ديال الجمعيه، وسولتني قالت لي واش نقدروا نديروا شي معرض ولا شي حدث بيناتنا، وخسرنا هذا الوقت ديال الشهر ديال التراث اللي كاين هنايا في مراكش. دونك الفكره جات من ما بيني وبين فاليري تازي اللي ديريكتريس ارتستيك هنايا في الجال اوتيل. بالنسبه لكم يعني اشنو تتقدموا في هذه الاكسبوزيسيون؟ اشنو تتوصلوا للناس؟ اشنو غادي يجيو يشوفوا عندكم الناس؟ اللي غايجيو يشوفوا الناس هو ديجا اللي كنهضروا على اللي غنجيو نوصلوا للناس، هي الخدمه اللي دارت بشراكه مع دي مصممين انترناسيونال، يعني ماشي انترناسيونال فوالا. يعني بالنسبه لهاد التصميمات هادو مصممين ماشي مغاربه، ولكن اللي يمكن اللي خيطوا اليد العامله مغربيه بالنسبه للصفيفه. بالنسبه للصفيفه اللي صايبوها مغاربه. هي اللي كنهضر على الانشاء ديال الجمعيه، هي انه كنخدم يعني انا مقاول في مجالات مختلفه من بينهم الموضه والارتيزانة، هي خلقت واحد البراند ديال البريتا بورتي دو لوكس اللي داخله اللي كدير لاديسيون ديال لي سافوار فير ما بين ايطاليا فرنسا الهند والمغرب، ودخلت فيها دي سافوار فير ديكسيلونس. و هاد البراند اللي سميتها ميزون مياد عندها واحد النسبه ديال الارباح اللي كتمشي لجوج ديال لي بروجي او ان جي. كاين واحد في الهند اللي انايا من المؤسسين ديال لا فونداسيون، وهاد جمعيه تيمندوت. هاد جمعيه تيمندوت لا كرياسيون ديالها لو كنهضر على لو كونتكست هو انه اكثر من 4000 سنه هاد الحرفه كاينه موجوده اليوم في المغرب. كاين اقل من 100 ارتيزون اللي كي ميتريز لو سافوار دو ا زد، ولكن كيرفضوا انهم يدوزوا لوحدين اخرين. بقينا بالنسبه اللي كنهضر السفيفة هو سكي مارك لا سينغولاريتي ديال القفطان المغربي. دونك بقيت كنخدم مع واحد المجموعة ديال الحرفيين اللي الاصل ديالهم من اقليم تاونات، ومن بعد الكوفيد جيت لهاد الجهة ديال الحوز باش ترونسميت هاد لو سافوار فير ا دي فام اللي كيسكنوا في البوادي اللي ما بعدش على مراكش. وبالنسبه لكم يعني انتم في لاسوسياسيون ملي مشيتوا عند هاد النساء لقيتوا صعوبه؟ تقبلوكم بسرعه؟ استجبوا لكم بالزربه ولا لا؟ الاراده كانت، ولكن كانت صعوبات، ولكن الحمد لله يعني كاينه الخبره ديال كيفاش اننا نقدروا ننجحوا شي حاجه. دونك بشويه بشويه حتى اليوم كان اون سوتيان اون كوبيراتيف اللي في فوريكا، اي باش تحلوا دوك العقاد درنا بزاف ديال لي سورتي كولتوريل هنا في مراكش، في دي موزي، في متاحف، دي اكسبوزيسيون، وحتى دي وركشوب pour les pousser à l'émancipation avec des intervenants de qualité. Et donc, grâce à ces sorties, on va dire, culturelles, aussi un programme d'éducation artistique, il y a un mot, il y a un film sur l'art, il y a un atrohom, presque à tâter l'impact positif, le mohet, les hommes, aïchin fi. حيت في الاول كانت صعيب انهم يقدروا يخرجوا من الدوار ديالهم يشاركوا في شي حاجات بحال هكذا. وبالنسبه لك يعني قلتي بانه في الاول كان مشكل ديال انهم يفرقوا او لا يعطيو هذيك الاكسبيرونس ديالتهم للوتر، ما بقاش عندهم هذا المشكل دابا ولا مستعدين انه او اللي جا يعلموه؟ لا الوغ لو كنهضر على لي زيكسبير ماشي ميتر ارتيزون، اكسبير ديال السفيفه، الاغلبيه ديالهم كيجوا من اقليم تاونات. دونك كنت خدام مع واحد ليكيب
درت تقريبا كاع التاونات فاس وزان الرباط قنيطرة حتى وصلت لقيت واحد المجموعة اللي في كازا بقيت كنخدم معاهم. رغم واحد السنوات ديال الخدمة اللي دفعتهم ليكسيلونس وكانت واحد لا فولونتي حتى من عندهم مازال عندهم ديك الفكرة انه يرفض يدوز داك لو سافوار فير. دونك لو فيت دو فينير هنايا لجهة مراكش سي فريمون انيسيي des gens les maquais qui redemouchent ce FIFA et c'était plus facile de pouvoir transmettre ça et ça aussi dans le temps du Covid j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai brassé comment faire la logique du le tissage qui m'a permis de faire la passation de le savoir à ces femmes. Et alors on a vu que يعني بالنسبه لكم les femmes خدمتوا معاهم كونتوهم ولكن واش كاين دعم واش كاين الناس اخرين تيدفعوا معكم في لاسوسياسيون اللي تيعاونوكم باش انه لاسوسياسيون تزيد لقدام من اي جهه دعم كاع الجوانب اللي كنت كنكملين بالنسبه للدعم alors c'est pour ça que cette exposition c'est des aussi c'est grâce à des designers on va dire internationaux qui croient au projet qui اللي عارفين القيمه ديال الصناعه التقليديه اللي قبلوا انهم يبينوا لو بوتونسييل ديال الحرفه في لي كرياسيون ديالهم. بالنسبه للمغرب كاين شي وحدين دي انستيتيوشن ولا الناس اللي طلبتهم باش يديروا شركات وقبلوا وي. ولكن يعني بالنسبه مثلا للمجلس الجماعي مستشارين يعني الناس ديال اللي عندهم ميزانيات ديال الدوله واش كاين دعم ولا لا؟ ما دقيتش البيبان الوزاره الوصيه صيفط لهم هادو كاين دوت بروجي صيفط لهم واحد دي ليتر دونك جيسبر تكون واحد لا ريبونس اللي اون بلوس ديال هاد الخدمه اللي خدام عليها انني كنتمنى يخرج واحد الكتاب اللي غيكون كتاب تاريخي على فيفا وغيكون اول كتاب الى ما كانش في القاره الافريقيه كامله. دونك هذه كنتسنى واحد الجواب من الوزاره ديال الصناعه التقليديه والوزاره ديال الثقافه انهم يقدروا يشاركوا لان لو سافوار فير راه ديال المغرب كامل. ما تفكرش انك تساهم او انك تطرق انت البيبان الى ما شافوكش هما تمشي عندهم انتيا؟ الوغ دونك شو ام ار او حياتي مبارتاجيه ما بين كنسافر بزاف في الخدمه ملي كنجي للمغرب يعني كنجي بوغ ان بوت بريسي ما كيكونش عندي الوقت انني نمشي يعني نسولهم ولكن ممكن من هذا المنبر الى الى يشوفوا يتواصلوا يشوفوا حنايا يعني اكثر هذه الرؤيه من الرؤيات اللي كان امن بها هي انه لا كرياسيون ما عندهاش حدود يعني متفتح لاي شركه مع اي انسان يعني اي مؤسسه ولا يعني كسوا هنا داخل المغرب ولا حتى خارج المغرب وكاين افكار في الراس يعني خص غير يوصلهم ويكون في ارض الواقع اكزاكتومون اي سورتو يكون بزاف ديال الانخراط ما بين حتى لي جون باش ما تبقاش ديك لا كوغيل اللي كاينه ما بين الانتيليكتوال اي لو مانيوال. نعاودو نرجعو ليكسبوزيسيون واش هذا اول عمل تتقوم به لاسوسياسيون ولا عندك دازت من قبل دارت انشطه اخرى؟ لا درنا بزاف ديال الانشطه دونك ملي دونك من بعد الكوفيد دونك جيت لهذه المنطقه ديال الحوز بدينا مع 9 ديال لي فام لوبجيكتيف اللي كان في راسي هو ناخذ واحد ليشونتيون ديال لو ستاتيو ماتريمونيال ديال لا فام ماروكان اللي من بينهم المطلقه المتزوجه الارمله والعازب يعني كاع من كل الحالات الاجتماعيه الهدف ان تكون ديجا واحد المساواه بيناتهم. قلت لهم انا نعطيكم واحد لو سافوار اللي تعلموه ومن بعد واحد 9 شهور ديال العمل بيناتنا كانوا بزاف ديال العراقيل اللي كانت الاغلبيه ديالها مع المحيط اللي كيعيشوا فيه درنا واحد لو بروميي ورشه اللي
كنا ورشه اللي هضرت على لا كونسرتاسيون باش نعرفوا ندير واحد الاناليز استراتيجيك نعرف واش ديك لا فيجن و لي زوبجيكتيف اللي تحطيتهم في في الجمعيه كاين واحد التجاوب ولا شي كيشرق شي كيغرب دونك جات واحد اون ماروكان اللي عايشه في لو نور ديال منى السيحي اون اكسبيرت اون كونسرتاسيون اللي شاركت معنا في هذه الورشه c'était 3 jours donc on a essayé de sortir une analyse stratégique il y avait aussi un représentant ديال الوزارة ديال l'artisanat ديال صناعة الليدية بغينا نفهموا هاد الناس حيت كان في ديك لا بيريود ديال لامو شنو المعنى ديال لا كوتيزاسيون وكان واحد لو طراي افيك دي ستوديون باش نحاولوا كنشرح لهم هذا حتى هي شي حاجه اللي خص ضروري كاع المغاربه ولا اي واحد حتى خارج المغرب يفهم ديك السلسله ديال لا شين دو فالور خصهم يعرفوا في كاين داك لي فاي باش نقدروا نحسنوا شي حاجه دونك كان واحد الخدمه ما بين لي ستوديون و لي ارتيزون ولكن ما كانش الاستمراريه بالنسبه للانفراستركتور جات الفكره انه دار واحد الشراكه مع الطلبه ديال لينا ديال الرباط ديال فاس ولوميت ديال فاز avec trois encadrants les jeunes les étudiants ou اللي تقسموا على جوج ديال لي جروب كانوا ان جروب اللي خدموا على لاسبي سوسيال بور سو كونسيرتي افيك لي ارتيزان اش كيتسناو من ان اتولي في الفيلاج ديالهم وحدين اخرين خدموا لو كوتي ارشيتكتورال دونك شافوا لي تيران ونشوفوا كيفاش نديروا هاد لو برو هاد لو بروجي بلس هاد لي هاد لي شركات اللي كنحاول نديرهم مع ناس على برا بلس كنحاول ندير دونك شاركت واحد دوز اكسبوزيسيون اللي كانوا في المتحف اليهودي في بروكسل مع اون بيرسون دونك الرئيس ديال سي سي جي ام دونك اللي خدمنا على واحد الاكسبوزيسيون لا فام ماروكان اونتر ايتيك استيتيك هي الشراكه كانت هي انني كنت كنخدم مع الارتيزون اللي في كازا على لي ديفيرون موتيف اللي تخدمونا في المغرب بور لي دوكيمونتي وهذاك السويفه اللي كانت خدمات هي اللي عطيتها لكلك ديزاينر بور مونتري ان بو لو بوتونسييل اي كري ان بون اونتر لو باسي اي لو موند كونتمبورين وداروا دي كرياسيون ديال التكستيل اون بلوس دونك كانت لا كو كرياسيون لا كو co-écriture de le catalogue de l'exposition. Là encore, j'ai participé à, à une autre exposition en cours sur la ville de Tanger. Donc voilà, j'essaie de promouvoir la culture marocaine à l'international et soutenir les artisans en air. يعني هادو لي زافونتاج ديال لاسوسياسيون من لي زيكسبوزيسيون من انك تشجع الارتيزانه وهذا حاجه اللي نقدروا نختموا بها امين اشنو هي الحاجه اللي مازال انت ما عجبكش ولا مازال باغي تخدم عليها اكثر باش تبان لك لاسوسياسيون وصلت اون كيلكو سورت لا بيرفيكسيون شنو هما لي بوان اللي مازال تيبان لك دي بوان فيبل في لاسوسياسيون يكون شويه ديال التغيير في العقليه مزيان المهم بلا لغه الخشب عطيني كاع داكشي اللي كاين تكون شويه ديال الثقه ويكون شويه ديال السند يعني السند سورتو لهذوك اللي بينيفيسيير لان كل ما شافوا مسؤولين ولا الناس كبار كيهتموا بواحد الحاجه كيقدروا يزيدوا يواكبوا دونك وهذا الشيء كله عشو يعني راه شفت كاع تقريبا لي زارتيزون ديال السفيفه كما قلت لك من تاونات دابا عنايا في الجهه ديال مراكش خاص شويه ديال السند سورتو بور دوك الناس باش يقدروا يقتنعوا وخاص شويه ديال لا فالوريزاسيون ديال الارتيزون لان كلشي اليوم كيهضر على الارتيزانا كلشي كيهضر على الارتيزون ولكن خصنا نعرفوا عاوتاني دون لغه خشب نعرفوا اكزاكتومون لا في ديال لي ارتيزون المعاناه ديالهم انا اللي كنتمنى نوصل بهذا لو بروجي اللي اون كور اللي وصلنا ليه ديجا في ان بروجي اللي كاين في الهند هو انه لارتيزون الخدمه ديالو تكون فالوريزي ويكون عنده على الاقل ان ستاتو سوسيال ديسون سي سا مون كومبا شكرا لك شكرا